انا يعني انا شخصيه عاديه ومواطنه عاديه، وممكن يكون مواطنين عاديين كمان سامعيننا، ازاي هفرق ما بين المدعي والمتصوف او الصوفي الحق؟ ازاي افرز لما يقول لي ايه اعرف ان ده مدعي؟ لما ياخدنا الى منطقه رماديه، لما ياخدنا الى منطقه ظلام كده ويقول لك بص بقى انا انت بكره هيحصل لك هيجي لك رزق كبير يا ولد، انت ما اعرفش إيه الى اخره، ويقعد يدجل عليهم. هذا دجل. اوكي، القران الكريم قالها: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. يبقى اذا ما فيش في الاسلام حاجه اسمها ضلمه، ما فيش حاجه في الاسلام لا تعالى انا هعرف مستقبلك وهعرف تاريخك وهعرف اوجهك. علاقه الشيخ بالمريد هي علاقه استاذيه فقط لا غير، تعليم، ان انا عندي استاذ. ايوه، بقف احيانا زي مثلا ما بعض تلامذتنا وحبايبنا كده يتصلوا بيا: والله يا شيخ انا مقصر في الصلاه اليومين دول. ايوه، ما بقولهوش لا تعالى حط ايدي عليك وبعدين انا كده انت هتصلي يا ابني، لا انا هقول له يا ابني حافظ على صلاتك واعمل واحد اتنين تلاته. يبقى انا علاقه الشيخ بالمريد علاقه التعليم. استاذيه، علاقه تعليم، صحيح، وليست علاقه صله بين العبد وربه، لان الله سبحانه وتعالى محى كل ذلك وقال: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وبالمناسبه الاولياء لا بيظهروا امام كاميرات ولا عندهم واتساب ولا عندهم الكلام ده كله، عندهم سوشيال ميديا. ليه بقى؟ يعني حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: ولا يزال العبد يتقرب الي، حديث قدسي، ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، صح، وبصره الذي يبصر به. يعني هذا الرجل ممكن يكون الراجل اللي بيخدمك بيعمل لك الشاي والقهوه، ايوه، ممكن ده يكون ولي. الراجل ده اللي بينظف الشارع ممكن يكون ولي، صحيح. هذا العامل ممكن يكون ولي. الشاهد ان مساله ان ما عندناش مصنع للولايه، ما عندناش مدرسه او كليه بتخرج، وانا ما عندناش وظيفه اسمهم الاولياء، وما عندناش وظيفه. طب بالمناسبه، علشان وفرصه وحضرتك معايا وعايز اخد ارائك سريعا عشان اروح لقضيه تانية، احنا انتشرت العديد من الفتاوى الشاذه والغريبه الحقيقه على مجتمعاتنا، يعني مثلا فتاوى تحرم تربيه القطط، فرايك ايه؟ يعني هو القصه النهارده الساحه الدينيه وخاصه الساحه الدينيه الاعلاميه فيها مشاكل كثيره، لانه معظم طلابها او معظم باحثون عن الترندات